اوكي، قبل ما نبدا الحلقه بغيت نعتذر على الغبره هذه. كان عندي شي امور وكنت خاصه نعطي فتره ديال الراحه. نتمنى نقدر نكمل في هذا الكونسيبت حيت probably تقدر تكون هذه اخر حلقه من ميوزك بالدارجه. كيف باين من العنوان بلي غادي ندوي على ناس لغيوان، المجموعه اللي تلقبات برولين ستونز افريقيا من عند المخرج مارتن سكورسيزي. مجموعة اللي قدروا يوصلوا بزاف ديال الرسائل والخطابات السياسية في واحد الفترة كانت حساسة في التاريخ ديال المغرب. عبيد صنك المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشة مليانة بالغدر، سلسلة القبور ها الحق ها المنكر. هاد المسجات وهاد الرسائل هادو اللي وصلوا كانوا عن طريق الفن وبالضبط عن طريق الموسيقى. في هاد الحلقة غادي نعرفو شكون هما ناس لغيوان وأصل التسمية تاعت ناس لغيوان، الأعضاء، التاريخ ديالهم، وكيف ديما كل شيء. نتمنى نقدر نكون لقيت كاع لي زانفورماسيون يعني اللي مهمة، وإلا نسيت شي حاجة تقدروا تخليوها لي في لي كومونتير. أنا فؤاد عيد حماد وهذه حلقة واحدة أخرى من ميوزيك بالدارجة. ناس لغيوان فرقة مغربية عندها علاقة كبيرة بالتاريخ ديال المغرب الحديث، وواحد الجينيراسيون ديال الوالدين اللي عايشوا الفترة ديال ناس لغيوان، يعني الفترة التاريخية ديال سنوات الرصاص. وهنا كندوي على الناس اللي تزادوا في الأواخر ديال الخمسينات حتى السبعينات الثمانينات هكاك. من واحد من بين أفقر الأحياء بالمغرب ومن المدينة اللي نبعوا منها بزاف ديال الفنانين، وهي مدينة الدار البيضاء بالضبط الحي المحمدي. واحد الكليكة ديال الشباب فنانين وعندهم بزاف ما يقولوا السياسيين ولا السيستم، ولكن اختاروا الموسيقى حيت هي اللي تقدر توصل للناس كاملين تقريبا. بوجميع، العربي باطمة، عمر السيد، وعلا ليالا، هادو كانوا هما اللي اسسوا المجموعه واللي غادي تكون سبب في نشوء تراث مغربي ونوع موسيقي جديد. لنقدر نقول الا كانت العيط ايامات الاستعمار كتناشد وتهضر على الطغاة والحكام والخوانة اللي كانوا في ذلك الوقت، فناس الغيوان كانوا كيخاطبوا الجوهر والروح ديال المغاربه، وكذلك عندهم دياس كانوا كيتكلموا فيهم بزاف على السياسه. ناس الغيوان كتعني اهل الفهامه، والى شي واحد كيقول لك فيك الفهامه يعني انك ما كتكتفيش بالكلمه اللي كيقول لك ولا السنتنس اللي قال، وانما كتعمق فيها وكتمشي بعيد. هادو هما ناس الغيوان، ما كانوش كيدويو ولا كيفهموا الامور غير من الظاهر ديالها. الكلمات ديالهم وكيفاش كيشوفوا الامور كتكون اعمق من كيف تقدر تشوفها نتايا. هاد الناس هادو من غير ناس الغيوان، يعني الغيوانيون والغيوانيين كانوا موجودين من قبل، واللي كانوا ناس متأثرين بالصوفية، يعني كيركزوا على الجانب الروحي وماشي على الجانب الدنيوي، وكانوا كاملين جوالة وشعراء. الكتابة ديالهم ولا ديال الشعر ديالهم كانوا كيقولوا فيها الأخبار ديال البلايص اللي دازوا منها. وأبرز هاد الناس هادو واللي يقدر يخليكم تفهموا أشنو كنحاول نشرح هو عبد الرحمن المجدوب. يعني الرحال كيكون كيسافر من كيكون ديما بحال جوال في القصايد ديالو اللي كيقول الاخبار اللي جايب معاه من البلاصه اللي داز عليها للناس الاخرين. ناس الغيوان وصلوا وحبوهم الناس، كذلك المؤرخين اللي كانوا كيكتبوا الاحداث ديال البلاد ديك الوقت، حيت عطاو بزاف للفن، واللي كانوا كلماته من هموم ومعاناه الشعب المقهور من الازمه ولا الطرفيه السياسيه اللي كانت في المغرب. ما بيز خرج مدا وهو في زندا لصاحب الريح حمده، هذا مهمز الغز هذا ما يرد عليه لا دواء يداوي. بزاف من الاغاني ديالهم كانوا وباقي كيتسمعوا، وللاسف نقدروا نغنيوهم ونحسوا بحال الا كيغنيوهم على اليوم. اغنيات مهمومه وغير خدوني، الصينيه، ضايعين، وبزاف ديال الاغاني اللي كتعكس معاناه اللي كانوا كيعيشوهم الناس في ذلك الوقت. والمشكل هو انه كاين اللي باقي عايشهم لدابا، حتى حاجه ما تبدلات من غير التاريخ. لبعض الاغاني كانت كتغنى باش كيبرد بها الشخص المقهور والمغلوب على امره على راسه. كاين واحد مثل تيقول لك الا كنتي فرحان اسمع الموسيقى، ولا كنتي مقلق ولا كنتي حزين فهمها. اغانيهم كانت كدوي على الفقر والقمع وانعدام الحريات والاهانه، والشي اللي خلاها توصل كل شيء سواء محليا ولا عالميا هو عمق الكلمات ديالهم واللي كيفهمهم كاع المغاربه، والقوة اللي كانت في الموسيقى اللي كتثير كاع الجنسيات وكاع الايديولوجيات كيف ما كانوا في جميع انحاء العالم. كيف قلت، مع ان ناس الغيوان كانوا كيدبوا على معاناة الشعب، الا انهم كانوا من الحالات الصوفية اللي كان فيها الدعاء والتهليل والنداء. مثلا بحال الاغنية نتاعت الله يا مولانا كتسمعها كلها تقريبا خطاب لله سبحانه وتعالى. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا،
حتى على مستوى الالات اللي كانوا كيلعبوا بهم، السنتير، الهجهوج، اللي عارفين كاملين باللي دابا كنسمعوهم عند قنابه والحضره وداك الشيء، الدارجة، البانجو، التربوكا، يعني الات ايقاعيه. اتقنهم لهاد الالات خلاهم وعاونهم باش يكتبوا ويلحنوا وما لقاوش مشكل من هذه الناحيه. اولا حيت كيف قلت بسبب اتقانهم والتمكن ديالهم من هاد الالات، وثانيا بسبب الادوار ديالهم اللي غادي نذكرها فاش نبدا نقول الاسماء ديال الاعضاء ديال ناس الغيوان. قبل ما ندوز للاحداث الاخيره ديال الحلقه، ولانه فعل اسباب نهايه حقبه ناس الغيوان، غادي نذكر الاسماء ديال الناس اللي كانوا فيها مع الادوار ديالهم باش نتعرفوا عليهم اكثر ونعرفوهم. اول واحد هو بوجمع احجور، والمعروف باسم بوجميع، تزاد في سنه 1944 في كازا، وهو من بين الاوائل اللي كانت عندهم فكره انشاء مجموعه موسيقيه ذات طابع مختلف وطيار مخالف. وهذه الفكره دي كانت عندهم من مدة، من تقريبا يامات المراهقه ولا فاش كان صغير. كيتعتبر بوجميع الاب الروحي لناس الغيوان. بوجميع كان مغني وشاعر زجال وممثل وكاتب، وكان حامل اله الهجهوج اللي هو بحال واحد الدرجه كبيره، وكان اقصر واحد في المجموعه واول واحد خرج منها على سن صغيره في سنة 1974 على السن ديال 30 عام بسبب الوفاة ديالو بتسمم. ثاني واحد من بين الأسماء الغنية عن التعريف واللي هو العربي باطمة، تزاد سنة 1947 في الشاوية، ورحل مع والديه من بعد للدار البيضاء. استقروا بالحي المحمدي، كان ممثل مسرحي وكاتب روايات ومغني، وكان كيلعب على الطمطمات لما عرفتش كان كيتسمى، وتوفى سنة 1997 بسبب السرطان. كاين كتاب ديالو على السيرة الذاتية فيه جوج أجزاء، حتى هما تلقاهم في الديسكريبشن. ثالث علال يعلى، الفنان اللي كيقولو كان سكوتي وما كيدويش ومحترم وصاحب أخلاق وداك الشيء، تزاد في سنة 1939، الشيء اللي كيخليه أكبر أعضاء ناس الغيوان سنا وحتى وزنا موسيقيا. بدا الموسيقى في الأول كهواية، ومن بعد دخل فيها مزيان وتعمق فيها، قراها وولا أستاذ. كان من بين المؤسسين ديال ناس الغيوان بجانب بوجميع، شكل ثنائي واعر مع العضو اللي غادي ندوي عليه من بعد، بينما هو كان كيلعب البانجو والعضو الاخر كان كيلعب الجنبري. الرابع هو المرحوم عبد الرحمن قيروش، والمعروف بباكو، اللي كان في الاصل قناوي قبل ما يلتحق بناس الغيوان سنة 1973. لما علم باكو تزاد في 1944 في صويرة، يعني نورمال فاش نعرفو بلي كان كيلعب الجنبري ولا السنتير، وكان عنده هوايه وحده اخرى هي انه كان كينقش على العود ديال العرعار. البدايه ديالو كانت مع جيل جلاله قبل ما يتلاقى مع بوجميع، بعد ما ديبلاصا لمراكش باش يتلاقى بواحد السيد كان خاصو شي حد كيلعب السنتير، وبالصدفه كيتلاقى بالمرحوم عبد الرحمن واللي كيقبل باش انه ينضم الناس الغيوان وكيجمع باكتاجو وكيطلع لكازا المقر ديالهم. من بعد سنين دوزها معاهم غادي ينسحب بسبب واحد المشكل وقع ليه مع عضو من اعضاء المجموعه اللي غادي نعرفوه من بعد. المهم خرج ودار المجموعه ديالو تحت اسم باكو، واستقر في الصويره وتعشر مع واحد من الاساطير ديال الموسيقى واللي هو جيمي هندريكس، اللي كان كيجي لعاصمه الهيبيز في ذاك الوقت اللي هي صويره، كيتمزك القناوه، ومن بعد ولا فان ديال باكو وسماه طبيب الاشباح ولا الارواح، وكان كيجي ديما على قبله ويجلس حداه في الحضره القناويه. المعلم باكو توفى سنة 2012 بمدينة الصويرة. الأخير هو عمر السيد، وهو مول الغابة نعمة، بحالها بحال الدار. الغابة نعمة بحالها بحال الدار، حرام تضيع بسباب النار. هو الارتيست والمناجر ديال المجموعة، كان هو اللي كيفك المشاكل وكيتدخل باش يخلي الأمور تمشي مزيان. هادشي ما كيعنيش انه ما كانوش عندهم مشاكل مع بعض الناس داخل ناس الغيوان. الدور ديالو في ناس الغيوان كان هو كيلعب البندير ورئيس الفرقه ومكلف بكل ما عنده علاقه بالتواصل. دابا غادي نجيو باش نعرفو باش توخرات ليهم. كيف سبق وقلت باللي بوجميع احكور كان هو الاب الروحي ديالهم، يعني كان عنده دور كبير في كاع داكشي اللي كانوا كيديروا، لا من الموسيقى ولا من الكلمات. فمن بعد الوفاه ديالو كيخرج على الاعلام للمجموعه، حيت كيوليو كيوقعو مشاكل كيف قال هو، بلي في اي حفل كل واحد ولا كيطلب واحد القدر ديال الفلوس اكثر من ما كيستحق. ايوا دابا حيت كانت واحد الغلطه، كنا كنغنيو وكل واحد كيطلب واحد القدر ديال الفلوس اكثر من قياسو، هادشي كيخلي باش ينسحب من ناس الغيوان وكيكملوا الاعضاء الاخرين اللي باقيين. ولكن بلاصه دلال كتبان، حيت هو الوحيد اللي كان كيلعب البانجو والعود عندهم، اما الاخرين كلهم كانوا عندهم تقريبا اله، يعني آلات إيقاعية من غير باكو اللي كان عنده الجنبري، كما أنه كان أستاذ موسيقي، يعني كان الدور ديالو مهم. كيرجعو كيطلبوه باش يرجع يلعب معاهم، و
وبقاو نرجعت للمحل ديالي النادي فين كنعلم الموسيقى وبقاو هما خدامين ولكن ما تشهروش. عاد جاوا لعندي عاد بدا يطلب فيا عمر ورجعت واول حفله في المسرح البلدي اللي تحيد تما عاد بانت المجموعه كامله. ومن ورا هذه الرجعه هذه عاد كيبان الدور ديالو في الغناء داخل المجموعه، حيت قبل كانوا اللي كيغنيو هما المرحوم العربي باطمة هذا كيغني غراف والمرحوم بوجميع كان كيغني ايغو يعني رقيق. فهنا كيبان علال فاش كيولي كيغني بلاصة بوجميع الله يرحمه بجانب باطمة، ولكن المشاكل ما كيوقفوش هنايا، حيت من بعد موت التقصيرة كيموت واحد من الوجوه المعروفة وواحد من اكثر المبدعين اللي هو العربي باطمة. وهنا غادي تكون نقطة نهاية العلال مع ناس الغيوان، حيت قال بلي ماتوا المبدعين ديال المجموعة وما يمكنش باقي تكمل ناس الغيوان بلا بيهم. المرة الثانية يعني حيت ماتوا المبدعين صافي، وهذا كيكون الثاني واخر انسحاب ليه، وكيتبعوا من بعد عبد الرحمن القيروش او الملقب باكو بسبب خلاف ليه مع عمر السيد. لكن جوج قصص على هذا البلان، وحده كتقول بلي باكو خرج من المجموعة وحده كتقول بلي جرى عليه عمر السيد من ناس الغيوان ماشي انسحب. المهم من بعد وفاة ديال جوج من المؤسسين ديال ناس الغيوان وانسحاب جوج اخرين، بقى عمر السيد هو اللي شد اسم الفرقة وناس الغيوان وحتى من الحقوق، يعني لا من التوزيع اللحن الكتابة والى اخره، وجدد مع اعضاء بناس جداد. ولكن عمر الحاجة ما كتكون بحال موليها ولا شي انسان يقدر يعوض بلاصة شي واحد اخر، وسبيشالي الا كان من الحجر الاساس ولا من بين الوجوه اللي بينو ولا بانو في واحد الفرقة. كاين فيلم كيدوي على حياته ومسار ويوميات وحتى الكواليس ديال ناس الغيوان، غادي تلقاوه حتى هو في الديسكريبشن. وراه ناس الغيوان ارتقافي مغربي، واللي غير باش تعرف ان المخرج مارتن سكورسيزي كان كيحماق عليهم ودار موسيقتهم في واحد الفيلم ديالو اللي كان هو The Last Temptation of Christ. وباكو كان عنده فان اللي ما بين العظماء ديال الموسيقى وهادشي ما يحتاجوش نتجادلو فيه، واللي كان هو جيمي هندريكس، وعلل على اعترف بالعزف ديالو واشاد به مارسيل خليفة. وكانوا مغنيين، يعني ناس الغيوان كانوا مغنيين وكانوا ممثلين وشاركوا في مسرحيات مع المخرج المغربي طيب الصديقي، ومثلوا معاه في مسرحيات من ابرزها الحراز. عيا ما يكتمش راحته وصارو وطبع الجمار سيارو، وحصلوا على جوائز عالمية ولعبوا قدام الملك الراحل مرحوم حسن الثاني. وهذا الشيء كيبين القيمة ديال ناس الغيوان والدور اللي لعبوه في توثيق مرحلة من التاريخ الثقافي والسياسي في المغرب. المهم هذه كانت حلقة، يعني ما كانش طويلة بزاف كيف مولف كان ديال الحلقات اللي فاتوا. كنشكركم كاملين ونتمنى نقدر نكمل في هذا الكونسيبت هذا بتشجيع نتاعكم كومونتيرات ديالكم والبارتاج ديالكم. كل شيء راه في الديسكريبشن كيف ديما، ابوني كتبقى ليك اللي عجبك البلان وبغيت تتفرج في حلقات جايين. I would love to. نهاركم مبروك وطلاب.